أهلا بكم في حلقة اليوم. نتناول تحذيرات البنك العالمي عن من الوضع الاقتصادي في الجزائر ولجوء الحكومة الجزائرية للسحب المكثف من احتياطي الصرف الذي يشهد تآكلا ملحوظا وتضاربا في أرقامه. فإذا كانت زلة لسان الوزير الأول عبد الملك سلال وضعته عند 106 مليارات دولار، فإن الرقم المكتوب كان في الحقيقة ب 136 مليار دولار. لكن قبلها بفترة قليلة كان محافظ البنك المركزي المقال محمد القصاصي قد قدره ب 149 مليار دولار. وإذا كان البنك العالمي توقع نمو الاقتصاد الجزائري خلال العام الحالي أكثر من العام الماضي، فإنه حذر من استمرار الحكومة في اعتمادها على النفط وقدر حاجتها لمداخيل بقيمة 100 دولار للبرميل على الأقل لتغطية النفقات الحكومية. وتقول الحكومة إنها تسعى للتنويع الاقتصادي وتحرير الاقتصاد من النفط بخطة اقتصادية جديدة، غير أن خبراء يرون أنها تقدم أسئلة أكثر مما توفر من إجابات. لمناقشة هذا الموضوع معنا بداية عبر الهاتف من الجزائر الوزير الأسبق، وزير الفلاحة الأسبق نور الدين بحبوح. أستاذ نور الدين بحبوح، ما رأيك فيما يقوله البنك العالمي يحذر من السحب المفرط المكثف من السلطات الجزائرية لاحتياط الصرف الذي يثير أصلا الجدل؟ بداية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصحة رمضانكم، رمضان كريم لك ولكل متتبعي قناة المغاربية. في الحقيقة ما آتى به البنك الدولي العالمي، صندوق الدولي، صندوق العالمي وصندوق الدولي هي مؤشرات كانت معروفة لدى كل الخبراء الجزائريين وكل الملاحظين في الساحة الاقتصادية الجزائرية. هذا كان معروف وكلنا كنا نحذر في مرحلة معينة بأن الاقتصاد الجزائري مبني أساسا على برميل البترول، على ما أرزقنا به الله سبحانه عز وجل. كلنا كنا نحذر بأن في استمرار السياسة المنتهى السياسة الاقتصادية المنتهجة من طرف السلطة هذه لا مفر أن يوم في أيام قليلة تأتي إلى سياسة خاسرة في الوضع الجزائري الاقتصادي، الوضع الاقتصادي الجزائري. الأرقام في الحقيقة حتى داخل السلطة هناك أرقام وكلام، أرقام متضاربة فيما يخص احتياطي الصرف من جهة، وفي نفس الوقت حتى فيما يخص صندوق الفوند ريجولاسيون، يعني صندوق ضبط الإيرادات. ضبط الإيرادات نقطة نعم. إذن تضارب في الأرقام، هذا يدل بأن في السياسة الاقتصادية المنتهجة لحد الآن هي سياسة مبنية أساسا على عدم وضوح وعدم تصور اقتصادي حقيقي، وفي نفس الوقت الحكومة تسير أمور بدون نظرة استشرافية. هذا الخطأ الأول. الخطأ الثاني عندما انهار تصاعد البترول وأصبحت الأمور جد متزعزعة، السلطة الحكومة الحالية والنظام السياسي الحالي يأتي بحلول ترقيعية. ما بين الحلول الترقيعية هناك كلام يسوق في بعض الأحيان، هل نلجأ إلى المبنية الخارجية، هل في بعض الأحيان هل ندير سياسة إدخال كل الأموال الموجودة في السوق السوداء، هل نقوم ب عملية كما كانت فاشلة تماما، عملية حتى تشجيع المواطن الجزائري لشراء في بعض الأحيان أسهم في شركات ومؤسسات التي هي في نظرهم تعطي في بعض الأحيان أرباح. وكل السياسات هذه فشلت. خرجة جديدة جونا بها هي خرجة أنت منهجية اقتصادية جديدة، ولكن منهجية اقتصادية جديدة بدون إشراك المختصين والخبراء اللي هم عندهم نظرة مبنية خاصة في الاقتصاد. الاقتصاد فعلينا أن نعترف بأن الاقتصاد
لا ما يكون لا شرقي لا غربي، الاقتصاد اما في الدوله يكون اقتصاد قوي اما اقتصاد ضعيف، هذا هو المعروف كله. وانا اتذكر بان كل اقتصاد المختصين عندما يتكلموا عن الاقتصاد يسميوا الاقتصاد بالضعف او بالقوه، هذا ما هو المفهوم. اما الكلام فيما يخص تقرير صندوق النقد الدولي، هو صندوق النقد الدولي كان يعطي دائما في بعض الاحيان صندوق القياده ما يدير التقرير تاعو فيه الجانب كما يسمى الماكرو ايكونومي، الجانب الشامل يتكلم عليه، لان كاين احتياط صرف وكاين موجود والتوازنات الكبرى موجوده، ولكن دائما كان يحذر هو بان الامور غير طبيعيه فيما يخص السياسه الاقتصاديه المنتهجه في الجزائر اللي هي مبنيه اساسا كما قلت في السابق على اسعار البترول. ولكن حتى يعني ما ننساش شيء، قال حتى غدوه الى الجزائر اصبحت يعني خضعت طريق اللجوء الى المدينه الخارجيه، لم يسمح لها الا ان تضمن حوالي 17 مليار دولار فقط، يعني حوالي 5 ملايير دولار في السنه، وهذا لخمس سنوات، هذا لا يكفي. اذا اليوم من ناحيه اقتصاديه احنا حددنا الجزائر هي في خطر، ولحد الان اذا ما خديناش زمام الامور يعني بقوه فننتظر بان المشكل سيكون مشكل عويص وعويص جدا، وبطبيعه الحال هذا المشكل يتجرى عليه مشاكل اجتماعيه خطيره وخطيره جدا، هذا في البدايه. اما الباقي الان انا كنت متبع بان حتى الحكومه تفتخر وتقول بان اننا سياستنا الاقتصاديه الاخيره راهي جاءت بنتيجه، والدليل هو الانخفاض في كل عمليات الاستيراد. اذا تكلمنا عن الموضوع، ما هي عمليه الاستيراد؟ عمليه الاستيراد ولا انخفاض الاستيراد هو مبني اساسا على القدره الشرائيه للمواطن وقيمه الدينار الذي انخفض وتم الانخفاض تاعه في سنتين بنسبه 40%. يعني يعطونا ارقام خياليه، ولكن فيها كل الارقام هذه كلها كاذبه، لانها مبنيه مش مبنيه على تصور طيب على منطق اقتصادي حقيقي. طيب خليك معنا استاذ نور الدين بحبوح، ينضم الينا الان في النقاش من الجزائر دائما الاخضر العالم الخبير في التحليل المالي. استاذ الاخضر العالم، ما رايك في اخر تقرير للبنك العالمي عن الاقتصاد الجزائري عموما واعتماده على النفط، في مقابل حكومه تقول انها لها مقاربه اقتصاديه جديده، وبشكل خاص عن السحب المكثف حول صندوق احتياطي الصرف الجزائري بالاحرى، الذي الجدل حوله واسئله كثيره حول ادارته وحتى حول ارقامه الحقيقيه. الو الو، نعم سيد الاخضر العالم. السلام الاخضر العالم معك. السلام عليكم. وعليكم السلام. رمضان كريم للأمة الإسلامية وخصوصا الأمة الجزائرية والأمة المغتربين الجزائريين. طبعا الاقتصاد الجزائري يمر بأخطر و يعني أزمات يعني متكررة، وللأسف يعني ما دمنا الريع البترولي هو اللي تعتمد عليه المداخيل تاع الجزائر، يعني هذا راح يعطينا مؤشر للتأزم الأمر في بالنسبة للاقتصاد الجزائري ككل. بالنسبة للاحتياط الصرف والاحتياط يعني الجزائري، للأسف يعني تقارير من البنك الدولي وعدم الشفافية للمحللين السياسيين الجزائريين بالنسبة لأموال الشعب، وخاصة من ناحية احتياط الصرف ومن ناحية يعني الاعتماد الكلي على الدولة، هذا يعني شيء اللي خلى الجزائر تمشي يعني برداءة كبيرة. وللأسف الخبراء مهمشين والسياسيين يعني يجولوا ويصولوا في تسيير
بعبث يعني وعدم شفافية. طيب، في الإشارة إلى السياسيين ولا الخبراء ولا لا، على ما أعتقد أنت يعني مقرب من الكونفدرالية العامة لأرباب العمال المال العمل في الجزائر، ورئيس هذه الكونفدرالية الشرفي سيد يوسفي قال اعتبر الاجتماع الأخير ثلاثية بأنه فاشل في هذا الاجتماع. في مقابل الحكومة تحدثت سلا قال عن مقاربة اقتصادية جديدة. طبعا يعني بالنسبة للسياسيين ولا بالنسبة للحكام كمصدر يعني قرار، للأسف يعني عودونا على لغة الخشب وعدم يعني الجدية والصرامة في تطبيق القوانين. إذا نظرنا إلى القوانين أو سمعنا إلى تصريحات هناك يعني الأمل، لكن للأسف الخبراء والشعب ككل الشعب الجزائري يعني يعيش على عدم ثقة المسيرين، وخاصة البيروقراطية المحلية بالنسبة لتطبيق القوانين على مستوى الثلاثية. طبعا يعني إذا نظرنا في البيان الختامي نجد يعني تصريحات تدل على يعني الاعتماد على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاعتماد على الصادرات خارج المخروقات، لكن منذ الثمانينات ونحن نسمع في هذا الكلام. التطبيق للأسف يعني بعيد كل البعد، وللأسف الثقة بين الحكومة والشعب يعني مفقودة تماما. طيب خليك معنا لخضر العالم إلى باريس، حيث ينضم إلينا الآن من هناك يحيى مخيوبة القيادي في حركة رشاد. سيد يحيى مخيوبة، يعود الجدل حول الاقتصاد الجزائري، وقد يقول ربما يقول بعض وهل ذهب. كان دائما هناك نقاش حول هذا الاقتصاد الجزائري الذي نفس النمط تقريبا، مشاكل مركبة، اقتصاد يعاني مشاكل بنيوية، في مقابل كل التحذيرات الحكومة دائما تتحدث عن تغيير، عن تنويع الاقتصاد، آخرها سلال الذي يعترف بأن الوضع صعب ولكن يقول بأن الحكومة لها وصفة جديدة. مساء الخير سي جمال الدين، ومساء الخير لكل الشعب الجزائري، ورمضان مبارك لكم ولكل الشعب الجزائري. يعني الخرجة الأخيرة لعبد الملك سلال في عندما طرح كما سماه هو النموذج الاقتصادي الجديد، يعني أنا شخصيا تتبعت يعني ما يسمى به اجتماع الثلاثية، والذي هو اليوم اجتماع ثنائي، اجتماع الحكومة مع الباترونة والعمال، ليس لهم أي وجود ولا ليس لهم أي تمثيل في هذا الاجتماع. يعني القول بأنه اجتماع ثلاثية هو كذب وافتراء. يقول السال أنه طرح نموذج اقتصادي جديد، ولكن لم أسمع شيء عن هذا النموذج. يعني أي نموذج اقتصادي جديد يتكلمون، على أي مشروع اقتصادي جديد يتكلمون. ففي يعني كلامهم في اختتام هذا الاجتماع الثنائي لم يطرح أي نموذج. الشيء الجديد الذي أتى به هذا الاجتماع هو أنه سي حداد رئيس يعني منتدى رجال الأعمال، يعني هو الذي صرح وأعلن للجزائريين عن تغيير سن الذهب إلى سن التقاعد من 62 أو من 60 سنة إلى 65 سنة، وقال صرح هذا أمام الصحافة، ويعني استبق الحكومة واستبق سلال في الإعلان عن هذا الموضوع، كأنه السيد حداد هو من يحكم في الجزائر وهو رئيس الحكومة وليس السيد سلال. ثانيا، عندما يصرح سلال ويقول أنه للجزائر 136 مليار دولار كما تفضلتم في المقدمة، للجزائر 136 مليار دولار يعني احتياطي، 106 مليار دولار عفوا احتياطي صرف، وتقول اليوم وكالة الأنباء الجزائرية أنه سلال أخطأ في الرقم، وفي الحقيقة هو 136 مليار، يعني هناك فارق 30 مليار دولار. يعني كي يفهم الجزائريين والجزائريات أنه حكامنا اليوم
يخطئون في ارقام مصيريه، لانه اذا كان عندنا 106 مليار او 136 مليار كما تقول وكاله الانباء الجزائريه اليوم كاحتياطي صرف، هو يعني ما تبقى من اموال البحبوحه البتروليه الذين كانوا يتكلمون عنها منذ 10 سنوات، وهذا هو ما سيضمن 20 او 23 شهر من الواردات كما تفضل به السيد بن خلفه منذ يومين في التلفزيون الجزائري. يعني الوزير الاول يخطئ في اموال الجزائريين وبما قيمته 30 مليار دولار، يعني 30 مليار دولار هو 6 سنوات ميزانيه دوله كدوله موريتانيا التي تعتبر ميزانيتها يعني 5.1 مليار دولار سنويا، يعني ميزانيه موريتانيا لست سنوات يخطئ فيها سيد طيب. ولا يعاقبه احد، لا يعني لا بوتفليقه ولا حتى الاحزاب السياسيه او النقابات. ولكن قد يقول بعض ربما يحيى مخيوبه هذه يعني قد تكون زله لسان، لانه النص المكتوب الذي حصل عليه الصحفيون كان 136، ربما يرى البعض النقاش ابعد من هذا، حتى هذه الارقام اين يعني تضارب قبل ذلك. الاقصاصي كان يتحدث عن 149 مليار دولار حتى بلغه يعني الارقام. اذا نعم. كانت اذا كنت تقول حتى على ذكر الميزانيه، اذا كانت ميزانيه الان الجزائر 92 مليار دولار والمداخيل بحسب يعني مع تراجع اسعار النفط لن تصل الى 32 مليار دولار وتاكل الاحتياط الصرف، اي مستقبل للجزائر؟ يعني المستقبل أنه صندوق ضبط الإيرادات سوف ينتهي في تاريخ 31 ديسمبر 2016، ينتهي على الآخر. السيد بن خلفة يقول أنه احتياطي الصرف سوف يضمن لنا 20 أو 23 شهر من الواردات، هذا بغض النظر عن العجز عجز الميزانية 2017 2018 و2019. للعلم أن البنك العالمي اليوم يصرح يقول أنه كي تكون ميزانية الجزائر متوازنة مع ضمن يعني ضبط كل الواردات سواء كانت من الخدمات او من في قطاع الهيكلة او من المأكولات، يعني ما يأكله وما يشربه الجزائريين اليوم، يعني عندنا نتكلموا على الخبز، على الفارينة، على السكر، على الزيت، على القهوة، على الحميصة، يعني نتكلموا ما يأكله هو ما يستهلكه الجزائريين يوميا، هذا يجب ان يكون البرميل في 100 دولار، يعني وكل التوقعات تقول انه البرميل مستحيل يصل الى 100 دولار للبرميل في الخمس سنوات القادمه، خاصه اذا يعني شاهدنا يعني المشكل الجيوسياسي ما بين المملكه العربيه السعوديه وايران وما بين المملكه العربيه السعوديه والبترول بترول الصخري للولايات المتحده وكندا، يعني كل مؤشرات تقول يعني الى اقصى حد سوف يرتفع سعر البرميل طيب. الى 60 دولار، يعني عندما يقول سلال انه الوضعيه ليست كارثيه وتقول ايضا انها زله لسان، انا اظن انه زله اللسان هي من تحكم الدوله الجزائريه اليوم. طيب خليك معنا يحيى مخيوبه، زله اللسان هي من تحكم استاذنا نور الدين بحبوح الجزائر، يقول يحيى مخيوبه يعني والأرقام هكذا تذكر، وإن كانت لغة الأرقام البنك الدولي يعني بلغة الأرقام الجزائر بحاجة إلى برميل بمئة دولار على الأقل لتكون المالية متوازنة، في مقابل توقعات واضح أنه في الأفق القريب لن يكون البرميل إذا تجاوز مثل ما يقول يحيى مخيوبة 60 دولار سيكون إنجازا كبيرا. يعني كل حال هذا شيء صحيح، كل الخبراء فيما يخص اسعار البترول تتكهن تاعها كلها هي سعر البترول لا يتجاوز من المستحيلات العصر، بان سعر البترول في السنوات المقبله يتجاوز 60 70 دولار البرميل، هذه كلها معروفه، ونظن باللي حد الان الخبراء عندهم المعطيات الجيوستراتيجيه والجيوسياسيه الموجوده في العالم، وكل الاستراتيجيات الجيوسياسيه والجيوستراتيجيه العالميه هي اللي تاثر على سعر البترول، هذا معروفه لدى الجميع. اما فيما يخص ذله الانسان، انا اقول لك يا سي جمال بان هذا يدل بان الامور تسير بصفه عدم العقلانية، حتى ولو يعني في خص الأرقام المفروض هذه زلة لسان لم تكن، لأن حتى وإذا كان زلة لسان في خطاب سياسي موجود التصحيح يكون فوري من عند المسؤول اللي أعطاه هذه الكلمة واللي أعطاه هذا الرقم.
أنا أقول بأن الأمور مش محسونة، وبكل صراحة السلطة الجزائرية الحالية تسير كما قلت الأمور، تسير بصفة كأنه راه تسير في سوق كبير، يعني الأمور مش يعني مسيطرة، مش مسيطرة على الأمور. والدليل مش أول مرة نسمع بأن في داخل السلطة الجزائرية أو في ما بين الحكومة تضارب، وفي بعض الأحيان تضارب كبير في حتى التصريحات في بخص كل الأمور، أما الأمور الاقتصادية ولا الأمور السياسية ولا الأمور الاجتماعية. هذا هو الشيء اللي مؤسف. أنا عايش في واحد وضع كما قلت وضع غير عادي في الجزائر. الأمور تسير كأنها رانا نمشي في طريق مظلم، ما على بالناش فين رايحين. طيب. والأرقام في بعض الأحيان اجتماع يجيب اجتماع، لقاء يجيب لقاء، لقاء بين النقابة والحكومة في بعض الأحيان، لقاء ما بين الحكومة والباترونا في بعض الأحيان، ولكن النتيجة ما هي النتيجة؟ هل عرفنا النتائج؟ والله ما هي النتيجة لكل اللقاءات التي تمت في الماضي؟ هل الثلاثية نعطي يعني سؤال بسيط جدا، نتائج الثلاثية الماضية ما هي نتائجها؟ ما هي الحاصلة؟ كلنا نمشي ولا نمشي في واحد ضبابية، ضبابية كبيرة وكبيرة جدا، وهذا الشيء اللي يجعلنا نتساءل ونتخاوف خايفين على الأمر في جهة فيما يخص هذه الأمور. طيب خليك معنا نور الدين بحبوع. عودي إليك أستاذ الأخضر العالم على ذكر بالعودة إلى الثلاثية والتضارب، يعني لافت أنه في موضوع التقاعد سن التقاعد حداد كان أعلن الحكومة ستعلن قبل 24 ساعة من خطاب سلال أنه ستعلن رفع سن التقاعد إلى 65 سنة. سلال جاء قال سيبقى 60 سنة، على ماذا يعبر هذا كذلك؟ وأيضا نماذج أخرى من الشذ والجذب يعني. هذا يعني ما يدل على فشل التسيير في بالنسبه لدواليب الحكم، وخاصه كي نشوفوا يعني اناس يعني هم يعني يمثلوا فئه تاع ارباب العمل وفئه من المتعاملين الاقتصاديين، وعندهم تصريحات يعني في بعض الاحيان يعني غير معقوله وغير مدروسه، ولا يعني هي على اهوائهم. طبعا للاسف كي نشوفوا يعني حكومه تميل لجهه معينه بهذه الطريقه، نفهم بلي يعني الامور ماهيش تمشي في الجانب الصحيح، وخاصه يعني كي نشوفوا ارباب العمل. هناك يعني عده جمعيات تمثل ارباب العمل مهمشه، وهناك يعني اناس تفضيليين وعندهم يعني يتكلموا كانهم تتكلم السلطه. للاسف يعني حتى لو قررنا ولا شفنا بالنسبه للنقاط اللي درسوها في الثلاثيه، نشوف باللي حتى البيان الختامي كما قلت في الاول هو حبر على ورق، لان التطبيق في الجزائر منعدم، وخاصة الجانب يعني التطبيق من الناحية البيروقراطية المحلية على مستوى في الداخل، على مستوى الولايات، على مستوى الكتاب العامون، وفوضى كبيرة يعني تمر بها الجزائر. خاصة هناك يعني أرمدة من القوانين لا تطبق ولا شيء يعني يبشر بالخير. طيب بلغة الأرقام لا شيء يبشر بالخير، يعني مع الأرقام وحدها تعبر، يعني الجزائر بحاجه الى 100 دولار للبرميل على الاقل. ما فيها الشفافيه، عدم الشفافيه في الارقام، عدم الصرامه، عدم يعني الدراسات يعني الحقيقيه، يعني كل الامور يعني هي عباره عن احاديث سياسيه وكوطات ويعني فوضى في دواليب الحكم. شكرا جزيلا لك الأخضر العالم الخبير في التحليل المالي، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر. يحيى مخيوب أعود إليك في باريس. بلغة الأرقام الجزائر متجهة إلى كارثة، يقول الاقتصاديون الخبراء الاقتصاديون، في مقابل سلال يعترف بصعوبة الوضع ولكن يقول الجزائر تقاوم وأنها تجاوزت الصدمة البترولية.
يقول سلان انها تجاوزت الصدمه البتروليه، كما قال انه احتياطنا هو 106 مليار دولار. يعني سلال يقول كل شيء وضده، يعني حتى اصبحنا اننا لا، حتى كل الجزائريين او اغلبهم لا يعطون اي اهميه لما يقوله سلال، للكم الهائل من يعني زلات اللسان التي قالها منذ ان تولى رئاسه الحكومه. يعني ارقام اخرى، ان تكلمنا عن السعر يجب كذلك وان كانت لنا روح المسؤوليه ان نتكلم عن ارقام الانتاج، يعني مستوى انتاج البترول والغاز الجزائري الذي هو يعني في تراجع منذ سنة 2006. يعني وصلنا إلى أقصى إنتاجنا من المحروقات في 2006، ومنذ 2006 وإنتاجنا من البترول والغاز يتراجع. مثلا يعني إذا رأينا يعني أرقام تراجع، ما إذا قارنا سنة 2015 مع 2014 في إنتاج الغاز، تراجع إنتاج الغاز الجزائري تراجع بمستوى 17% في سنة واحدة ما بين 2015 و2014. مستوى إنتاجنا من البترول تراجع ما بين 2015 و2014 ب16%، يعني تراجع سنوي ب16%. يعني هذا تراجع هائل، وهذا عائد يعود إلى السياسة الخاطئة والكارثية التي انتهجها بوتفليقة ووزيره وزير الطاقة السيد شكيب خليل، الذي دمر كل مشاريع الاستثمار، مشاريع الاستثمار والتنقيب لسوناطراك، التي اليوم اصبحت اليوم سوناطراك عاجزه عن يعني اكتشاف ان تكتشف يعني ابار من الغاز والبترول الجديده كي تكفي اولا الاستهلاك الداخلي الذي هو في تصاعد كبير، استهلاك الغاز واستهلاك المحروقات، وكذلك ان تكون يعني ان نوفي تعهداتنا مع في السوق العالمية، خاصة في سوق الغاز. ونحن نعرف أنه دول كروسيا ودول كقطر يعني هم ينافسون الجزائر في تصديرهم للغاز في أوروبا، يعني ينافسوننا في السوق الأوروبية. وإذا رأينا يعني ما قاله المسؤولين الإيطاليين والإسبان، أن الجزائر في 2015 كانت يعني لم توفي بعض التزاماتها من تصدير لها الغاز، وهذا راجع الى يعني تراجع مستوى الانتاج وكذلك تصاعد يعني الاستهلاك الداخلي. يعني هناك يعني انت تراجع. تقول انه المصيبه ليست فقط في تراجع اسعار النفط، الخطر نعم، الخطر هو ان النفط والغاز تراجع مستوى الانتاج، وتراجع الانتاج ربما لن يكفي في المستقبل حتى الطلب الداخلي. وسلال اعترف بنفاذ حتى البترول في 2030 والغاز والنور. نعم، حتى بالاستهلاك الداخلي. ونعرف ان الحكومه قد اعتمدت مشروع 90 مليار دولار استثمار لسوناطراك لمده 10 سنوات، ولكن هاد 90 مليار دولار خلينا نقولوها بالعاميه منين رايحين يجيبوها؟ اذا يقولوا انه يعني احتياط الصرف سوف يركز لي يعني ضمان 20 او 23 شهر من الاستيراد، اوكي، ولكن 90 مليار دولار التي سوف يعني تكون لازمه لسوناطراك كاستثمارات للتنقيب عن الغاز والبترول وتحديد يعني مصانع الغاز والبترول في الصحراء الجزائرية، من اين لهم هذه، من اين لهم هذه الاموال؟ من اين سوف ياتون ب 90 مليار دولار؟ واذا اقترضوا سوف يقترضون في الاسواق العالميه ما قيمته 90 مليار دولار، يعني في تحت اي يعني اي ضوابط سوف يعني يقترضون 90 مليار دولار؟ وحنا نرى أن يحيى مدير ديوان بوتفليقة يقول في الأسبوع الماضي، قال صرح أنه يستبعد أن الجزائر سوف تلتجئ للمدونية. أوكي سيد يحيى، تستبعد كذلك، ولكن 90 مليار دولار لازم سوناطراك كاستثمارات العشر سنوات القادمة، من أين سوف تأتون بها؟ يعني كأن الحكومة الجزائرية يعني لهم الاختيار أنهم يلجؤون للمديونية أو لا. المديونية حتمية، المديونية في 1 جانفي 2017 حتمية مالية واقتصادية. الناس كانت تقول جابوا تفليقة عند حال مديونية، إذا نقول يعني جاء القال تلقى 40 إلى 30 مليار مديونية، سوف يذهب ويترك الجزائر بمئات مليار من المديونية، وتراجع رهيب في مستوى الإنتاج، تراجع رهيب في مستوى الانتاج الذي لا يجب علينا ان يغطي، يعني تراجع مستوى تراجع الاسعار لا يجب ان يغطي تراجع مستوى الانتاج. شكرا جزيلا لك يحيى مخيوب القيادي في حركه رشاد. رشاد كنت معنا عبر الهاتف من باريس. من الجزائر انضم الينا الان في النقاش هاني بوشاش البرلماني عضو لجنه الماليه في البرلمان. استاذ هاني بوشاش، اي ماليه او اي سياسه لاي ماليه في الجزائر واقتصاد في الجزائر؟
بسم الله. السلام عليكم أخي جمال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة ورمضان كريم لكم ولجميع المشاهدين وجميع المسلمين في بقاع العالم. ففعلا هذا سؤال محير، يعني أي مالية وأي ميزانية لبلد مثل الجزائر يأنه تحت هذه الأوضاع السياسية المعقدة؟ يعني بكل صراحة الآن ما تحدث عنه البنك العالمي في مسألة الإسراف في اللجوء إلى احتياطي الصرف في الجزائر، في الحقيقة هذه مسألة الاقتصاد الجزائري الكل يعلم أنه الآن وصف من قبل أهل الاقتصاد بأنه اقتصاد مأزوم، واقتصاد مأزوم، وبالتالي في غياب الصادرات الجزائر الآن كما تعلمون مستوى الواردات هو يساوي 100% أكثر من الصادرات، يعني مرتين حينما نستورد دولار فنحن في المقابل لا نصدر إلا ربع دولار. فما جاء في على الأقل في تقرير في قانون المالية لسنة 2016 مثلا، فالجزائر نسبة الصادرات هي 26 مليار دولار أو الواردات 54 مليار دولار. فالاقتصاد الذي وارداته هي ضعف الصادرات ولا ليس له من بد في تخفيض الواردات، لأننا الآن الجزائر هم يقولون ويتظاهرون ويتبجحون بأنهم سيخفضون نسبة الواردات. نسبة الواردات لا يمكن أن نخفضها إلا فيما تعلق بالمواد الغذائية مثلا التي ربما قد تصل نسبتها إلى 100 مليون دولار، لكن الباقي من الصادرات الجزائر تصدر تقريبا 80% من الواردات هي من مستلزمات الإنتاج التي لا ننتجها في بلدنا. فهذه المعطيات تؤكد بما لا يدع مجال للشك أن اقتصادنا للأسف بهذه التركيبة سيلجأ لا محالة إلى هذا الاحتياطي الصرف الذي هو في تناقص. هذا من جهة، ومن جهة أخرى كما تعلمون الوضع السياسي الذي يؤكد هذا التضارب في الأرقام الذي سمعناه من زملائنا الآن الذي يلاحظ ويتابع تصريحات المسؤول الأول الآن في البلدون الوزير الأول في غياب رئيس الجمهورية طبعا كما تعلمون، فسوف يعني لا ماذا يمكن أن نقول؟ سيجن يعني بهذه التصريحات المتضاربة سواء في الأرقام الذي يقول أنه عندنا 106 مليار دولار احتياطي صرف ومدير البنك المركزي يقول عندنا 136. فالآن ما الذي يحصل؟ هل يعقل أنه مسؤول بهذا المستوى وبهذا المستوى السياسي يمكن أن يعطي رقما بهذا الخطأ؟ ثم أن تصريحاتهم السياسية الأخيرة هذا كله يؤكد من أن اقتصادنا للأسف الشديد كما تعلمون هو رهينة هذا الوضع المتأزم، رهينة هذه الصادرات الزائدة أو الواردات الزائدة، رهينة أن الاقتصاد الجزائري كما تعلمون هو غير منتج. فالإنتاج الذي يتحدثون عنه والإنتاج الفلاحي الذي يتحدثون عنها أن هذا أمل وهذا حلم فقط وإلا، ولكن ماذا أعدت الحكومة من آليات حقيقية في الميدان لتحقيق هذه الوثبة التي تمكننا من أن يكون عندنا على الأقل كونتربوا كما نسموه يعني في الاقتصاد؟ فلا شيء. هذه المؤشرات للأسف الشديد تؤكد بما لا يدع مجال الشك أنه فعلا نحن نتجه وضعا صعب جدا خاصة في سنة 2017. وكما سمعتم الآن حتى في مجال التقاعد، يعني سمعتم تصريح فيما تعلق بسن التقاعد، الحكومة يعني كأنها تريد أن تلجأ إلى طريقة ذكية للتخلص من مسألة التقاعد المسبق وتبعاته بهذه الطريقة، كأنهم يريدون أن يقولون للشعب أن طلب أرباب العمل طلبوا بأن يطلعوا يعني سن التقاعد إلى 65 سنة، وهي الحكومة ستتفضل عليكم وتبطوا إلى 60 سنة، ولكن ماذا سيحدث وراء ذلك؟ ربما راح يخليوا سن التقاعد في 60 سنة، لكن سيتنازلون عن التقاعد المسبق وعلى أشياء كثيرة جدا فيما تعلق بالتقاعد ستضر بالشعب وستضر بمستقبل هذا الوطن، لأنه الآن الذي حصل أنه صندوق التقاعد كذلك سينار بما يصرحه أصحابه ومختصوه أنه تقريب في هذا الشهر هو سيقارب الصفر، يعني سوف لن يكون في قدرة على تغطية على الأقل نفقات المتقاعدين، مجموع المتقاعدين الجزائريين، لذلك سيلجؤون إلى أشياء ربما لا يصرحون بها. وهذا في مقابل
في مقابل الأستاذ هاني بوشاش يتردد عن صندوق سخي لعلية القوم، يعني للمسؤولين الكبار، يعني يتقاضون تقاعد مريح. نعم والله، هذه مسألة أخرى، يعني مسألة التقاعد الإطارات الدولة الذي هو صندوق مريح فيه كامل يعني، ونحن منهم يعني، وحتى النواب فهم يستفيدون من هذا الصندوق، ولكن نحن نقول أنه نظام التقاعد كذلك في الجزائر هو في حاجة إلى إعادة نظر، كما هو الشأن بالنسبة لكثير من النصوص المتعلقة بكثير من الصناديق التي لا تحقق العدالة الاجتماعية المطلوبة في البلد، وبالتالي فكثير من المظالم التي تقال هذا الشعب وهذا المجتمع هي بسبب هذه الخروقات فيما تعلق بهذه الصناديق وبهذا التفاوت بين كبار القوم وصغارهم. ومن ذلك فنحن نقول أنه في كل هذا يعني مآل هذه الأشياء كلها هو هذا الفساد السياسي الذي نحن نعيشه في هذا البلد، والفساد المستشري في جميع مناحي الحياة. لا يمكن الاقتصاد أن ينمو وأن يتطور في مش في 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 محيط كهذا، محيط موبوء. لذلك قلنا أن الاقتصاد أصبح مأزوما، لأن هوامش التحرك لهذا النظام الفاسد هي ضئيلة جدا، فلا يمكن أن تتحقق أي وثبة اقتصادية بهذا الزخم من الإطارات الفاسدة. إذا لم نصلح الإدارة، إذا لم نهتم بتنمية رأس المال وهو الإنسان، هؤلاء المفسدين الذين يتداولون على المسؤوليات في كل مكان كما تعلمون، الوزير الذي يفسد في هذا القطاع ويعيث فيه فسادا يرقى بعد ذلك إلى قطاع أقوى، والمدير الذي يعيث فسادا في هذه الشركة يرقى بعد ذلك إلى مدير إلى شركة أكبر وأوسع ليزداد فساده ويكون الأثر أكبر. لذلك فقلنا هذه كلها مفاسد لا يمكن لأي اقتصاد مهما كانت قيمته أن يتطور. طيب. ومهما كانت مداخلنا فلا يمكن أن تتطور، وبالتالي فنحن سنبقى نسبح في هذه المتاهات التي للأسف الشديد الكاذب سينتهي في سنة 2017. طيب. لأن الذي حصل يحصل أن صندوق هذه الصناديق لا تكفي إلا سوى لنهاية صندوق ضبط الإيرادات كما ورد أنه سينتهي في نهاية 2016. هذا احتياطي الصرف، تعلمون أنه بقي حق 130 مليار دولار فننتهي في الغرض، فإلى أين نتجه في سنة 2017؟ الله طيب. أعلم، نسأل الله اللطف في البلد البلد. طيب أعود إليك سيد نور الدين بحبوح، إلى أين تتجه بلغة الأرقام الجزائر؟ يعني مداخيل حتى لو ارتفع النفط إلى 100 دولار مع زيادة العدد السكان وزيادة تراجع الإنتاج النفط، أصلا الجزائر ربما ستستورد أصلا النفط. الجزائر بلغة الأرقام عمليا متجهة إلى الحيطة، ليس كذلك؟ يعني مداخيل 32 مليار دولار، كتلة أجور تصل إلى 20 مليار دولار، وميزانية وزارة الدفاع لوحدها 15 مليار دولار، من أين تأتي؟ حتى مثل ما كنت تشير، حتى الاستدانة ليست بتلك السهولة، من يعطيك فارق إذا كنت 92 مليار دولار؟ من سيسلفك يعني فارق تقريبا 50 مليار دولار ولا سنويا لإدارة البلد؟ هذه هي المعضلة الجزائرية. هذه هي الآن نحن أمام الحلين، الحل السياسي المفروض أن يكون حل سياسي واضح بملامح واضحة وبتوجه واضح بإشارة، كما قلت دائما، كل الجزائريين، لأن الجزائر أصبحت اليوم في خطر. والدليل كلنا متأسفين على كل حال، نحن لا نريد ولا نتمنى بأن الجزائر تصبح في وضعية كارثية، ونعرف بأن إذا أصبحت في هذه الوضعية الخاسر الأول هو المواطن الجزائري. إذن نحن نقول بأن الآن الأمور أصبحت واضحة، حتى السلطة السياسية الحالية تعترف بأن الأمور أصبحت خطيرة. عندما نسمع وزير أو مسؤول سياسي الذي سير منذ 15 سنة ولا 10 سنوات ويسير في قطاع، وكان يتباهى بتسيير القطاع ويقول بأن الأمور جد طبيعية وعادية، والجزائر تحت يعني قيادة سي بوتفليقة راهي أصبحت أحسن بلد في العالم، يتراجع اليوم ويصبح يتكلم
يعني بتخوف يخاف يقول بان الامور ممكن تصبح خطيره وخطيره جدا. هذا النظام السياسي وهذا الكلام السياسي لم نسمعه الا في الجزائر. احنا نعرف بان في كل الدول عندما تكون سلطه وتقدم الحصيله تاعها الى فشلت في سياستها الاقتصاديه والاجتماعيه وكل السياسات، من المفروض ان تقدم الاستقاله تاعها وتقول بانني وتعترف بالفشل تاعها. اما هذا التعنت وهذا الكلام اللي دائما بخطاب سياسي ديماغوجي، احنا كما نقول في الواد وما زلنا نسمع خطاب سياسي من طرف السلطه بان نقوم بواجب وسنعدل الامور وسا سياسه يعني مبنيه على السياسات، سنبني اقتصاد قوي، سنواصل دعم لكل دعم الانتاج، سنقوي الانتاج. كل هذا الخطاب السياسي مبني اساسا على وعود وحميه. انا اقول ان الارقام اليوم مع الاسف الشديد أنا دائما خايف على بلادي، ونقول بأن الأرقام هي صبحت كلها تتكلم وكلام الأرقام. اليوم الأرقام هي اللي تشهد بأن السياسة الاقتصادية المنتهجة منذ 15 سنة هي سياسة مبنية، هي فاشلة، والاعتراف اعتراف كل الجزائريين وكل السوق كل المواطنين الجزائريين. هذا نقطة ثانية. اما الخطاب الاخر كما تكلمت وقلت فيما يخص سن التقاعد على 60 سنه، هذا يعني حتى المنطق الاقتصادي ما يقبلهاش. نعرف بان الدول تخفض سعر سن التقاعد هي الدول اللي ما عندهاش يد عامله قويه. احنا الشبان كلهم في التقاعد، راهم في الشوماج كما يقولوا كل الشبان الجزائريين، وعندنا ملايين تاع الشبان يعني عامله صغيره موجوده. ونتكلم الان ونقول نتراجع ونقول هذا بد ان نخفض يعني سن التقاعد الى 60 سنه، نطلعوا الى 65 سنه. هذا كلام يعني مش مبني حتى على منطق اقتصادي ولا منهجيه اقتصاديه، لان هذا في نفس الوقت كلام ديماغوجي وخطير. شكرا جزيلا لك نور الدين بحبوح الوزير الاسبق، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر. كخلاصه لنقاشنا سيد الهاني بوشاش، يعني لغه الارقام مخيفه ليس كذلك، والمواطن هو الذي يدفع الفاتوره مثل ما كان يقول نور الدين بحبوح، وهو يدفعها يرى البعض الان مع الغلاء الذي تشهده البلاد وتراجع وانهيار قيمه الدينار وغيرها من المنغصات. أخي جمال، يعني حديث ذو شجون في هذا الموضوع. الآن الذي يشاهد يعني وضع البلد فعلا ما الذي يمكن أن نقول، لكن الخطير في هذا الموضوع أنه رغم المؤشرات الاقتصادية الصعبة جميع المختصين يتحدثون لغة واحدة، الاقتصاد هو لغة بدون لون، يعني بدون لون ايديولوجي، فالناس يتحدثون لغة واحدة، كل الناس تتحدث ان المؤشرات الاقتصادية تتجه نحو الخطر فعلا الفعلي في الجزائر. لكن الذي يحز في انفسنا ان هذا النظام لا يخاطب هذا الشعب بلغة واضحة وصريحة، بل لا يزال يتعامل بعاداته القديمة وأساليبه القديمة بلغة تغنى تخسرت، بلغة ما أريكم إلا ما أرى. هذا هو المنطق الخاطئ، المنطق السائد للأسف الشديد. بدل أن نتعاون مع بعضنا البعض، بدل أن يمد هذا النظام يده لمخلصي هذا الوطن، بدل أن يقول لغة صريحة وواضحة لهذا الشعب لكي يتحمل المسؤولية معه، إلا أننا لا نزال نشهد هذا الكذب وهذا الافتراء وهذا للأسف الشديد بل التبجح بالأرقام بالإنجازات الوهمية. فإلى أين نتجه؟ ما الذي يراد لهذا الوطن؟ عليكم أن تتعاملوا مع هذا الشعب بأنه شعب واعي، وبأن له نخبة واعية، وأن الجزائر تملك نخبة سياسية واقتصادية ومالية واعية بقدر كبير من الكفاءة. فلماذا لا نمد يدنا إلى هؤلاء الناس ونكون صرحاء مع بعضنا؟ صحيح لقد أفسدتم في حق هذا الشعب، صحيح
لقد أجحفتم في حق هذا الشعب، صحيح لقد ضيعتم، لكننا نخاف على مستقبل الجزائر. نحن كنا معارضة نقول نحن نخاف على مستقبل الجزائر. المعارضة مهما كان خطأكم في الماضي فعليكم أن تصححوا اليوم قبل الغد، ينبغي أن تصححوا اليوم قبل أن يطيح الفأس في الرأس كما يقول الجزائري. ولذلك فالوضع ينبغي أن نصارح المواطن ونقول أن المؤشرات صعبة، وان على وزير المدير العام لسونالغاز البارح يقول ينبغي على الدوله ان تدير اضافات جديده وزياده جديده في الغاز وفي الكهرباء، والا سنذهب الى الاستدانه. هذا كلام هذا واضح وضوح الشمس، لانه سونالغاز راح تمشي للاستدانه طبعا من اجل الاستثمارات. طب التحدي سي الهاني بوشاش، التحدي الان من سيسلفك؟ هل من السهوله هكذا مع الاوضاع الاقتصاديه العالميه ان الجزائر بلد كبير بحاجه الى ميزانيه كبيره، من ليس من السهوله في الاسواق العالميه ان يتم الاقتراض الا بشروط يعني صعبه جدا ترهن البلد ومستقبله؟ وهذا الاخطر يا اخي جمال. فعلا نحن الان الاوضاع الاقتصاديه والدوليه تختلف تماما عن اوضاع الثمانينات، ومن ذلك فهذه هي المخاطر التي ينبغي أن يعيها هذا النظام. فحتى السلف يعني أصبح فعلا مش سهل، يعني مش أي نظام مش أي بنك، لأنه حتى الآخر هو يعيش أزمة ويعيش أزمات. ليس من السهولة مهما كان أن يعطيك قرضا بدون أن تكون شروطا قهرية، وهذا الذي يخيفنا. الذي يخيفنا أننا إذا الاستدانة لا محالة منها، المؤشرات أننا سنذهب للاستدانة، والاستدانة إذا كنت في موقع سياسي ضعيف وفي موقع اجتماعي هذا مشكل كذلك. طب يعني في النهاية في دقيقة أستاذ الهاني، الإشكالية في الأصل في جذرها سياسي، والأزمة إن كانت اقتصادية ولكن في أصلا أزمة سياسية، والحل في تغيير السياسات قبل الاقتصاد، سينعكس ذلك على الاقتصاد أليس؟ هذا هو الأساس. نحن في كل مداخلاتنا في البرلمان وفي كل مداخلاتنا الإعلامية نقول أن أم الأزمات هي السياسة، الأزمة السياسية قبل أن تكون اقتصادية. وإذا لم نذهب إلى حل جذري لهذه الأزمة السياسية فلا يمكن أبدا أن تحل مشاكل الاقتصاد ومشاكل الاجتماع إلى غير ذلك. والذي حدث هاي تجربة الدستور، الدستور جاء كحل سياسي ربما ولكنه كحل سياسي مفروض من جهة واحدة وحديد اتجاهه، والذي يحدث اليوم نحن لا نزال نتخبط في أزمات بل هي. شكرا جزيلا لك أستاذ هاني بوشاش. للأسف الوقت أدركنا، البرلماني وعضو لجنة المالية في البرلمان الجزائري. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا جزيلا لكم، صح فطوركم وإلى اللقاء.